مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم. لقاء متجدد على شاشه الاسكندريه والعاصمه الثانيه، ثانيه بثانيه عزيزي المشاهد، العاصمه الثانيه معك على الهواء مباشره. في بدايه الحلقه بتقدم لمخرج برنامجنا عمر البارودي بارق الامنيات بزفافه على الاستاذه نوره، وان شاء الله حياه سعيده وزواج سعيد ومبارك ان شاء الله. أما عن الحدث الأكثر يعني لفت الأنظار في الإسكندرية أمس تحديدا، قامت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بزيارة الإسكندرية في مبنى التضامن الاجتماعي مع السيد الوزير المحافظ اللواء محمد الشريف، والحقيقة جهد كبير جدا للأستاذة المهندسة سامية مصطفى على ما قدمته في هذه الفترة الطويلة. التضامن الاجتماعي هذا المبنى موجود منذ سنوات طويلة، ولكن إعادة الرونق لهذا المكان وكمان أن يكون في تمكين اقتصادي لبعض السيدات وبعض الشباب وكمان من ذوي الهمم كان موجود ناس كتيرة، فدي حاجة رائعة. شرفت المعرض الحقيقة ونورته بشكل كبير المهندسة نادية عبدو محافظ البحيرة السابق، والحقيقة تواجدها في لفتة رائعة وتقديرا لمجهود المهندسة سامية والقائمين على هذا المعرض. للي ما يعرفش المكان، في شارع الرصافة في محرم بيه مبنى التضامن الاجتماعي، وهذا المبنى به فندق أعلى المكان، والحقيقة العطاء أو التواجد مش للسكندريين بس، على مستوى الجمهورية وحفاظا على بعض المهن اللي كادت أن تندثر لأنها كلها مهن يدوية والناس بتشتغلها بإيديها. الأسبوع اللي فات كانت معنا المهندسة سامية مصطفى وتحدثنا كثيرا عن باب الأحرار، باب الأحرار اللي كان فيما سبق باب العبيد، والحقيقة اللي مزارش هذه المنطقة هي تعتبر من الأبيسات وكانت محرومة من خدمات كثيرة جدا. كتير جدا الناس تقول ايه احنا هندي بعض المساعدات، لا، الحقيقة تجربة سامية مصطفى في هذا المكان لم تكن بهذا المنطق تماما. الناس اللي هناك ناس عندها كرامة، عايزين يشتغلوا، عندهم احساس بالمسؤولية، مش مستنين اعانات. المنطقة دي بعد ان كانت تعاني من البطالة وان عيب الست تطلع وعيب الست تشتغل، اصبحنا هؤلاء السيدات سيدات اعمال بجد، بيدخلوا معارض عندهم بعض المنتجات اليدوية الغير عادية. ودايما المنتجات اليدوية نقول ايه دي مكررة، ده احنا شفناها، اصلا اشتريت في معرض تاني. لا، عندما يبتكرنا فهنا يقدمنا اشياء تبهر العديد من الناس، والحقيقة لما نعرف هما بيجيبوا تصميماتهم الجديدة منين وازاي هنستغرب جدا. لكن كمان في ناس بتساعد، يعني بتساعد بشكل كبير جدا، هي ما انتهتش عند انها علمت ست او اتنين، لكن كانت بتجيب لهم الخامات في الاول، طب بعد الخامات طب تعمل ايه، طب تخلي ايه، كمان بتديهم ابتكارات، وكمان جمعيات اخرى بتشارك بشكل كبير جدا ومساندة، وده التشبيك. مش امل ولا سامية ولا عمر ولا محمود، لا، عندما يتكاتف المجتمع كله من اجل ان تكون السيدة لديها تمكين اقتصادي وتستطيع انها يعني تجيب شغلها بايديها، ده بيبقى يعني اقصى اماني حياتنا ان احنا نشوف سيدات بالفعل ما كانش لهم شغل خالص واصبحنا بالفعل سيدات اعمال. السيدة الوزيرة قامت بزيارة هذا المعرض وشهادة حق انها سيدة خلوقة جدا، ما سابتش ركن في هذا المعرض الا ما زارته، وما سابتش مكان الا ما تصورت فيه، وكانت داعمة بشكل كبير جدا. هكذا تكون المسؤولة. أنا سعيدة جدا إن احنا عندنا وزيرة في هذه الوزارة بكل هذه الطاقة الإيجابية، كمان القبول وعدم الترفع على أي حد، يعني دخلت زارت كل مكان، هي عبارة عن بارتيشن، والحقيقة ينقص هذا المكان التكييف. وأنا بدعو
رجال الأعمال اللي بيوزعوا أعمال وبيدوا أعمال خير يعني مساعدات، لا تعالوا حطوا تكييف عشان الناس اللي بتيجي بتبقى متضررة وبتبقى زهقانة قوي. اه ما فاضلش حاجات كتيرة وهو معرض دائم، لكن كل أسبوع بتتغير المنتجات وبتغير الناس. الأسبوع كاملا ب 350 جنيه، الترابيزة في أي معرض بيأجروها ب 1000 و 2000 جنيه، فتأكدوا إنها إنه عمل رائع جدا. وده نداء من مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة. اه هي دي الحياة الكريمة، إن أنا ما مدش إيدي، لا ده أنا بشتغل ومنتجي انت ما بتاخدوش ترميه، ما بتتعطفش عليا، لا ده انت اللي عايز منتجي. ده من منتجات المعرض. انا مش عارفه السيده اللي انا اشتريته منها النهارده الصبح اسمها ايه، بس هما هيقولوا النهارده. وكمان معانا نموذج رائع، مروه اهلا وسهلا بيكي اهلا استاذه وسهلا مروه. بحضرتك. دكتوره مها مالك اهلا بيكي، نورتيني اهلا بحضرتك. من رياده الاعمال والداعمه. الحقيقه انا ما لقيتش مروه الصبح، لقيت دكتوره مها مالك. احكي لي ارتباطكم بباب الأحرار. في الحقيقة أنا كنت يعني بروح في باب الأحرار زي ما حضرتك قلتي الأول، بنعمل يعني مساعدات إنسانية وخدمات. وبعدين لقيت مروة من وعندهم هناك رائع. ورش العمل اللي عندهم هناك جميلة جدا، في سجاد وفي خشب بتاع، فلقيت مروة فيها روح العمل والشغل، عندها ورشة جميلة يعني. هي حاولنا جميلة. هي جميلة، لا كل شغلها جميل يعني، فحتى يعني بقينا ندعمها يعني الأول في الأعمال الفنية بتاعتها في الشغل بتاعها، وبعدين كمان تبع الجمعية، أنا جمعية التنمية الاقتصادية ريادة الأعمال، ابتدت بعد ما كمان يعني أخدت المواضيع الفنية وخدت الخبرة من المبادرة الأولى اللي كانت مع الأستاذة سامية مصطفى، انطلقت معانا بقى إيه في الجزء الآخر في ريادة الأعمال والمعرفة المالية والبنكية. يعني مروة رائعة فعلا، يعني دعمت نفسها فنيا ودعمت نفسها إداريا ومحاسبيا، ودلوقتي تقدري تقولي فعلا رائدة أعمال متكاملة. ربنا يوفقها دائما. مروه انا جيت زرتكم الحقيقه، وكان اليوم ده كان شتاء بشكل غير عادي، كان صعب الدنيا جدا. كان ساقعه قوي قوي قوي، لكن من كتر ما انا كنت مبسوطه لم اشعر غير بالطاقه الايجابيه اللي عندكم. عندكم سجاد يدوي رائع على النور بيشتغلوه. وبعدين قابلتك اول مره وكنت متخيله ان الموضوع عادي، كل مرة قابلك في معرض بلاقيكي مطورة نفسك بشكل كبير جدا. منين وازاي بقى؟ احكي لي القصة. انا عايزة اسمع من الاول، مش عايزة اتكلم بقى، عشان الستات المحبطات اللي في البيت اللي مش عارفة تجيب مصاريف ولادها عشان يروحوا خلاص المدارس، واللي منتظرة حد يساعدها بانه يجيب لها كيس اكل ولا كيس سكر ولا مش عارفة ايه، تقولي لها ايه بداية كده؟ هي البداية في بداية في المعرض. بداية في معرض بداية. احنا بالنسبه لنا يعني حلم، ان يعني بالنسبه لنا ان احنا ممكن يعني واحده فينا تدور على محل النهارده من 3000 ل 5000 جنيه في الشهر، احنا ما نقدرش ندفع ده. فالنهارده ما شاء الله يعني معرض بدايه، ان هو معرض دائم لينا، بالنسبه لنا بمبلغ ضئيل زي كده يعني دي حاجه كويسه قوي بالنسبه لنا، احنا ما كناش نحلم بيها. انا واحده من الناس، انا مبسوطه جدا ان انا يعني بدات احط رجلي على اول الطريق، وبتمنى ان اي ست زيي. انا عايزه اقول لك انا من اقل واحده في بني عبيد. ده انت احسن من احسن واحده والله، حقيقي والله العظيم، ماشي. وانا في ستات اجدع مني كتير كتير قوي. لا انت مش سبب العبيد حد بقى، لا بتكلم بجد والله، ده انت شغلك هيبتدي يتصدر. الله يكرمك، لانك انت اساسا ما استنيتيش على اسطمبه واحده ولا اشتغلتي شغلانه واحده. قولي لي بتطوري نفسك ازاي؟ وريني الصينيه دي كده، قولي لي الناس دي عباره عن ايه؟ دي ديت يا جماعه لا تصدي ولا تطور. دي لمقبلات يعني، يعني تستخدم لاكتر من حاجه. نحط فيها ايه وايه بقى؟ مقبلات، ممكن للفطار مثلا البسكوتات والمنيو والسبيل، الحاجات دي ممكن تفطري فيها، ممكن بتنغسل بالليف عادي، بالصابون، بالميه عادي، عشان ما يجرالوش اي حاجه. معالج ضد معالج حراري. مين اللي عطاك فكره الصينيه؟ باشمهندس ساميه. بلاش حل، عايزه اقول لك هي كمان كانت بتجيب لنا التصميمات وتقول لنا نفذوا التصميمات. هي بقى ماشي. ما فيش حاجه تنفع تمشي معاها غلط، لا خالص، ما فيش يعني خالص.
صراحة ربنا هي بذلت مجهود جامد قوي، هي جات لنا وجابت لنا مبادرة تدريبية كانت جميع كل حاجة فيها، كان الخياطة وكان السجاد وكان الكليم، جابت لنا برضو أستاذة داليا حسني بالمدربين بتوعها. انا كنت من ضمن الناس اللي دربت في الخشب، انا كان معايا 14 ست غيري، انا ال15 كنا اتدربنا في الخشب. النهارده الحمد لله طلعنا منتج الحمد لله، وموجودين الحمد لله في السوق. طبعا بقوا يساعدونا بافكارهم. واستاذه ساميه طبعا بقت يعني اخده كم اسبوع لاسبوع واحد؟ لا انا واخده الاسبوع الاول عشان برضه يعني في فرصه لغيري ان هو ياخد حقه وياخد مكانه. انت عارفه ان انتوا عندكم على مستوى اسمها ايه بقى اللي عامله لي الكليه ده؟ الاخت معانا في المعرض مش ناسي اسمها، يعني عامله حاجه جميله جدا. هدى. وانا بقول لكل السيدات اسكندريه روحوا اشتروا يا جماعه، اشتروا علشان الستات ديت ستات مجاهدات. يعني انا الدكتوره مها بقولها انتوا هتجوا لنا 10:30، فقلت لها هيبقى صعب على مروه انها تروح بالليل لوحدها. من المنطلق ده دكتوره مها انتوا بتتعاونوا مع مروه ازاي؟ يعني مروه بتتابع معانا في الجامعيه زي ما بقول لحضرتك في التدريب للخامات الاولى حتى بالظبط. يعني احنا برضو لما بنعمل الدورات التدريبيه في جمعيه بتاعتنا بتاعه التنميه الاقتصاديه رواد الاعمال، احنا بندعمهم يعني الاول ممكن فنيا لو حد يعني لو محتاج دعم فني، زي ما حضرتك قلتي برضو في التشبيك، بنعرف الناس ببعض ممكن ياخدوا من بعض حاجات، بندربهم. وبرضو في الدورات التدريبيه بتاعه المعرفه الماليه والبنكيه بيجي ناس معانا من البنوك، بنك القاهره، بنك اسكندريه، سوري بنك مصر اساسا، بنك القاهره، بنك سي اي بي، بيشرحوا لهم ازاي ممكن ياخدوا قروض يعني سهله ميسرة، وبيشرحوا لهم بالظبط بقى ازاي يتعاملوا معاهم. برضو بنتعاون احيانا مع بعض يعني بيجي لنا منح من حاجات، مش منح تدريبية، يعني منح تدريبية برضو يعني عشان كده الدورات بتاعتنا بتبقى باسعار ميسرة جدا، يعني 100 جنيه مثلا الدورة اللي هي ثمنها 4000 جنيه ولا حاجة. دايما بيبقى معانا حد من البنك بيشرح لهم ازاي ممكن ياخدوا قرض او يساعدوهم. برضو بنعمل مؤتمر كل سنة بيبقى فيه مسابقة، برضو بتبقى سبونسرد بالبنوك برضو المصرية بتاعتنا الجميلة والشركات، فبنختار منهم 3 أو 5 بياخدوا مكافأة من رجال الأعمال، ممكن 5000 جنيه 3000 1000 حسب الدرجة بتاعتهم. دي بتتعمل كل سنة، بنختار أفضل مشروع، وبيفضل المشروع ده مدعوم معانا برضو فنيا وبنكيا ومعرفيا. يعني أي حد محتاج استشارة فنية أو استشارة بنكية أو محاسبية ممكن، وحتى ممكن بنعمل لهم بنساعدهم يعملوا دراسة الجدوى بتاعتهم. فأنا تعرفت بمروة زي ما حضرتك قلتي في باب العبيد أو باب الأحرار كده، الاسم أفضل كتير. هي مصابرة جدا ومجاهدة، يعني أنا عجبني شغلها جدا، وكان في مرحلة برضو كانت متعثرة في بعض الحاجات الفنية برضو ساعدناها فيها، يعني بعض الأدوات في الورشة عندها ساعدناها فيها. وبعد كده بقى ابتدت كمان تيجي معانا زي ما هيقول لك دورات ريادة الأعمال، معرفة البنكية، فيعني وبعدين أجادت على فكرة كل مكان مروة بتتواجد فيه بتجيد، زي ما هيقول لك مصابرة مجاهدة ويعني ومحبوبة، عشان بشوشة بشوشة جدا كمان. بشوشة. ما شاء الله عليك. بصي مروة أنا عايزاكي بقى، أنا فلاحة زيك يعني، في الريف حكاية ان المرأة بتطلع تشتغل دي بتبقى شوية صعبة، صعبة كتير. قوليلي بقى انت تغلبتي على الحكاية دي ازاي، وقدرتي زوجك ربنا يكرمه يا رب ساعدك ازاي؟ ولا كان في الاول ما كانش بيساعد؟ لا في الاول انا عانيت شوية كتير يعني اكيد. انك انت بتطلعي تشتغل؟ ان انا اطلع وان انا اشتغل واخرج، وطبعا انا اصلا يعني بروح بالليل يعني معظم معارضي، فعيب بقى بتنفيه بالليل. العادات والتقاليد بقى ما ينفعش، عشان ارياف وما ينفعش. يعني احنا يعني المغرب ناس بتبقى في بيوتها خلاص بيناموا كده خلاص عن كده، فبالنسبه لهم انا كده نص الليل لما بروح يعني. فكانت دي مشكله. مره بقيت اقول لهم تعالوا لي انا في يعني انا في معرض في ديارنا في كوتا، تعالوا لي انا في بدايه في الرصافه. تعالوا لي المعرض، تعالوا اتفرجوا على المعرض. كانوا بيجوا ماشي. فيه كان بيجوا، انا كنت ببص مره واحده بسلمهم يجوا يخشوا يشوفوا المكان ينبهروا بيه.
عايزه اقول لك كانوا بيقعدوا معايا يستنوا معايا يبقوا مبسوطين بيروحوا. انت كملتي تعليمك كله ولا لا؟ لا انا معايا مؤهل متوسط. الله اكبر، ده انت معاكي دكتوراه ما شاء الله. والله يعني هو انت كده بشوشه على طول ولا لا؟ الحمد لله. بسم الله، القبول ده نعمه من الرحمن. الحمد لله. يعني ما نقدرش. قولي لي بقى، البدايه الزوج طبعا كان معترض والست بقت بتشتغل وانا قاعد في البيت، عشان تدمجيه معاكي ربنا يكرمه ويعافيه ويديله الصحه، عملتي ايه؟ حبيته في الشغل. ما كانش مهنته؟ لا خالص. هو كان بيشتغل نجار مسلح. طبعا وصيح. في فرق السماء والارض ما بين النجاره مسلح والنجاره الثانيه والنجاره الموبيليا. انت عندك حد في اسرتك كان له علاقه بالنجاره؟ لا خالص، بس انا بحب الخشب وبحب الرسم. انا بعمل الديزاينات دي انا بعملها بايدي. انا اللي فتح الايادي دي انا اللي بعملها بايدي. انا بشتغل بالاركت انا. ماشي، فبعمل شغل بايدي، انا بخدم شغل بايدي. ماشي، انا جوزي دلوقتي بيقف معايا. يعني شوفي الترابيزه دي عجباني قوي يا مروه. شوفي، يا ريت تقولي للناس دي عباره عن ايه. على فكره دي تعتبر ترابيزه شاي. دي ترابيزه شاي بتتقفل وتتفتح. الدرج اللي تحت ده بتحطي فيه باكيتات الشاي. باكيتات الشاي والنسكافيه والمعالق الشاي والسكر بقى، وفوق الكاتل والكوبايات وال دي ثلاث ترابيزات. بيدخلوا بيبقوا. جيبي التصميمات منين يا مروه؟ بنترست كمان. باشمهندسة صامية كانت نزلته لي على الموبايل عندي. وقالت لي علشان انا ما كنتش اعرف برضو الالوان ازاي اقدر اخترعها، فساعدني كتير. دي ايه يا مرو؟ انا مش شايفاها. دي عربية شاي. عربية شاي. عبارة عن ترابيزة شاي 2 دور. بيتحط بقى عليها اطباق الجاتوهات والفناجين الشاي باطباقهم. يعني اكبر عدد لو عندك مثلا احتفال، عندك عزومه كده، فبتغني بقى. يعني تلمي كل حاجه، متحركه وسلسه جدا في الحركه. ليها 4 عجلات ومش بيعمل صوت على الارض وهي ماشيه. يعني مش مزعجه. هي احلى ولا الابيض احلى؟ بالنسبه للابيض و لا، في سهوله حركتها. في يعني سهوله حركتها. لا بالتعليم. طبعا هي سلسه جدا، هي على طقم عجل متركب لها ودورين. فيها ادراج ولا لا؟ لا هي ما فيهاش ادراج، بس انا ممكن اعملها بدرج. انا عملتها لحد في القاهره. لسه كنت من اسبوعين هناك في الشيخ زايد. في الحي الثامن. من المشاكل الدائمه حاجه صعبه قوي هي مساله التسويق. يعني انت بتعملي بالطلب ولا بتعملي ايه؟ انا بشتغل دلوقتي. كنت بشتغل اونلاين. انا على الصفحه وكده، ففي ناس بتطلب مني شغل وكده، فبوديه لهم. وكنت بنزل بقى في معارض. كنت بنزل يوم 10 استاذه داليا حسني واستاذه ساميه نزلتني في اكتر معرض. نزلت الغرفه التجاريه، ونزلت في عزب السعد في المخزن اكتر من مره. استاذه ساميه نزلتني هناك اكتر في معارض كتير. نزلتني استاذه ساميه فيها. بتستفيدي من المعرض ولا بتعملي كتير؟ اذواق الناس بتختلف. وباخد فكره من اللي بيجي يقول لي ممكن كنت عملتيها يعني كده، او زودتيها حاجه يعني اضافه كده. بيقولوا لي حاجه بيلفتوا نظر الحاجه ان انا ممكن ازودها مره تانية. فمن هنا يعني بيبقى عندي معظم الاذواق فاللي بترضي الزوار. فالحمد لله. فمن هنا ربنا بيكرمني. ربنا هيكرمك دايما طول ما انت بتشتغلي بالحلال. الحمد لله. ايه رايكم نشوف المعرض وزيارة سيادة الوزيرة لمعرض بداية، ونعود إليكم على الهواء مباشرة. نحن في انتظاركم في العاصمة الثانية على الهواء مباشرة. بداية حياة كريمة، ما ناخدش من حد حاجة. احنا بنشتغل بمجهودنا ونستطيع أن نتمكن اقتصاديا.
الكرام من داخل معرض بداية، واستكمالا لمسيرة افتتاح المعارض في المناطق الساحلية. عشان يكون موجود معي في هذا اللقاء سيد معالي الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، يعني معالي الوزيرة، استكمالا لافتتاح المعارض في المناطق الساحلية ومنها محافظة اسكندرية، وبعد معرض ديارنا النهاردة معرض بداية والأسر المنتجة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل استراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي. يا فندم على أرض الواقع، كلميني يا فندم من أرض الواقع داخل معرض بداية. اولا انا باشرف اكون موجوده على ارض المؤسسه القوميه لتنميه الاسره والمجتمع، وده معرض دائم للمؤسسه على مساحه 450 او 460 متر، بيستقبل 60 عارض من على مستوى الجمهوريه من كافه انحائها، بنشترك فيه مع اللاينز. يمكن احد سيدات اللاينز طلبت مني من حوالي 5 أو 6 شهور انها عايزه مكان تطوره وتساعد في تدريب السيدات فيه، فاديناها المكان ده. فكان شراكه بين المؤسسه وجمعيه اللاينز ووزاره التضامن. احنا يمكن المنهجيتنا ان احنا ننتشر في كافة انحاء الجمهورية ونعمل معارض على طول مستمرة عشان نوجد فرص تسويق للسيدات والرجال اللي بيعملوا صناعات حرفية وتراثية، وفي يومينها كمان كثير بيحافظ على البيئة. كل المنتجات بتعبر عن محافظاتها، اللي جاي من سوهاج واللي جاي من أسيوط واللي جاي من البحيرة. وفي ما يميز هذا المعرض انه بيحاول يرجع الفن بتاع اسكندرية بتاع زمان، يمكن قطع الموبيليا المبتكرة جدا، شغل الحرير، شغل حاجات كتيرة جدا بيحاولوا يرجعوها تاني، بس على أيادي أسر منتجة. الأسر المنتجة اللي وزارة التضامن بتشرف ان هي تطورها، هي بتساعد في تدريبهم، في توفير قروض متناهية الصغر ليهم، في فتح فرص تسويق. احنا عندنا 38 معرض، ده احدهم، ده دائم غير المعارض المستمرة زي ما كنا عاملين في مارينا وكنا عاملين في فده ثالث معرض لنا في اسكندرية في خلال هذا الموسم فقط. ما يميز هذا المعرض انه يكون دائم كل اسبوع او اسبوعين، بياخد اسر تانية جديدة من اماكن. كمان النهاردة شفت الحقيقة حاجة اسعدتني جدا، ان في طلاب من كلية تربية نوعية عارضين منتجاتهم بيشتغلوا وهما بيدرسوا، وده حاجة احنا بنحبزها وبنسوقها ان الطلاب يشتغلوا وهم دارسين هذا الفن فيعلموه لغيرهم. كمان شفنا ذوي اعاقة جمعيات بترعاهم وبتعلمهم، بجد بيعملوا منتجات جميلة جدا، وده بتضحك فكرة ان ذوي الاعاقة غير قادرين على العمل، هم قادرين ومطلعين فن جميل، الطلاب والسيدات والرجال. فاحنا يعني عملية التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة واستراتيجية وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن يا فندم، ويعني في ظل الظروف الحالية وجائحة كورونا، ولكن الحقيقة وزارة التضامن الاجتماعي لها دور كبير جدا على أرض الواقع في رعاية هذه الأسر والرعاية المتكاملة لهذه الأسر. كلميني يا فندم عن المرأة المعيلة ودور الوزارة وأيضا من جانب ذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة احنا بنعمل زي ما حضرتك قلتي رعاية، بس مش رعاية نقطة، بنعمل رعاية وتمكين. يعني احنا بنرعى الأسرة، بنطورها، بنتيح لها فرص تدريب، بنعمل لها إقراض، بنديها أصول إنتاجية أحيانا. الأسر اللي ليها خبرة بتعلم أسر جديدة، الأسرة بتكون كلها منتجة، يعني عشان كده بنقول اسمها الأسر منتجة، ونتمنى أن تكون القرى كمان منتجة. احنا بنشتغل على مستوى القرى بالذات، في القرى الأفقر بنقول مفيش أيادي تقعد من غير شغل، اللي في البيت ممكن تشتغل، ممكن يشتغل جزء من الوقت، ممكن يشتغل بالمنتج، فده بيساعد أكتر، مش بس بيساعد اقتصاد محلي، بيساعد مستوى اقتصادي بتاع أسرة، بيفتح أسواق محلية، ده كله بيصب في اقتصاد كبير. فيعني شعار وزارة التضامن الاجتماعي ان احنا ايوه بنقدم دعم، بس كمان بنقدم فرص انتاج. والمرأة المعيلة بالنسبة لنا يا اما بنعيلها في فرص انتاج، يا اما بندعمها في دعم نقدي لو ولادها صغيرين ومش قادرة تسيبهم، يا اما بندعمها في مشروعات وفي اقراض متناهي الصغر من بنك ناصر. فعندنا حقيقة حاجات كثيرة جدا للمرأة المعيلة او المسنة، للمرأة بكافة اشكالها. لكن كمان احنا يعني بنناشد دايما المرأة اللي هي متعلمة كويس، المرأة اللي عندها في ايدها حرفة، انها تدعم سيدات اخريات
لان مش عايزين نشوف حد من غير شغل، وعايزين اجمل ما في المعرض انه بيطلع حرف تراثيه وبيطلع فن مصري الجميل والفن الصديق للبيئه، وحاجات يعني رائعه تتباع مش بس في مصر، تتباع في دول. نطمح ان السوق مش بس يبقى محلي، يبقى دولي، وده اللي بنعمله الفتره اللي جايه مع المجلس التصديري للصناعات الحرفيه، ان احنا كمان نشتغل تصدير لدول اخرى، منها بنجيب عمله صعبه ومنها بنصدر فن مصر الجميل. معالي الوزيره، دعم القطاع السياحي، ويعني احنا بنتكلم على تنشيط السياحه في المناطق السياحيه والساحليه، دعم القطاع السياحي يا فندم كان ليكي دور مهم جدا في دعم القطاع السياحي، نتكلم فيها يا فندم ونعرف بيه الساده المشاهدين. اولا طبعا انا يعني قطاع السياحه وكافه قطاعات الاقتصاد هي كلنا على قلب رجل واحد، يعني بقول ان كلنا نقدر لندعم هذا القطاع. وزارة التضامن الاجتماعي بما لها من حماية اجتماعية للفئات والقطاعات اللي بتمر بظروف اقتصادية، كان منها المرشدين السياحيين، ويمكن بعض الناس قالوا المرشدين مقتدرين، الحقيقة ليسوا كل المرشدين مقتدرين، المرشدين زيهم زي أي فئة تانية بيعتمد على رزقه شهر بشهر، في منهم قادرين وأغنياء وفي منهم متواضعين بيعتمد على رزقه، إن هذا الشهر السابع تقريبا لهم دون عمل، عشان كده أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حماية اجتماعية للمرشدين علشان نقدر ندعم بمبلغ بسيط، ولكن هو مساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي خاصة في دخول المدارس الفترة لشهر 9. الحقيقة احنا لما خدنا قاعدة البيانات المرشدين من وزارة السياحة ومننا احنا اللي مأمنين على نفسهم، واستبعدنا اللي هو عنده مؤشرات تدل على انه مقتدر، لكن وخدنا اللي ممكن يكون عنده هو مش فقير بس هو اتعرض لأزمة اقتصادية، فوزارة التضامن الاجتماعي قدمت حوالي 500 جنيه شهريا، سايحه مبلغ صغير بس على مدار 4 أشهر بيتصرف مرتين، اللي ادينا اسماء المرشدين اللي هم مستحقين على قواعد البيانات بأرقامهم القومية، صرفوا المبلغ من البريد، بعض اللي احنا استبعدناهم تظلموا، بندرس تظلماتهم عشان نشوف لو مستحقين نديهم المبلغ، بس هو قطاع يستحق التقدير، بالإضافة طبعا إلى أن منتجاتنا دي إن شاء الله بتتعرض في المعارض السياحية، ونتمنى أن كل الأفواج السياحية تيجي تزور معارضنا وتشتري. عدنا مشاهدينا الأعزاء على الهواء مباشرة، الحقيقة حضور مشرف لجميع سيدات المجتمع السكندري. شكرا دكتورة نيفين وزيرة التضامن الاجتماعي، شكرا معي المحافظ، وأيضا شكرا مهندسة نادية عبدو على الحضور، بيعطي رونق كده. أما الشكر الكبير للمهندسة سامية مصطفى صاحبة الفكرة وصاحبة أقول إيه المصابرة، عشان كده كل تلامذتها مصابرات زي المهندسة نادية سامية مصطفى، لأنها بتستطيع أنها عندها جلد في الشغل، ما بتزهقش، بتفضل ورا الحاجة، يعني أن يكون في معرض دائم بالسعر ده وتغيير كل أسبوع. يعني أنا بدعو كل السيدات والرجال والشباب الذين يعني عندهم معروضات كثيرة ويتمنوا أنهم يكون فرصة للتسويق. هرجع مرة تانية دكتورة مها وأقول لك، غير مروة عندكم نماذج إيه مشرفة كده زي مروة؟ والله أنا عندي مروة تانية برضو، عندي واحدة اسمها مروة فوزي، بتعمل بس نوعية أخرى من الصواني، بتعمل صواني بقى كريستالات وإزاز وحاجات جميلة، بس هي يعني ما قدرتش تشارك في المعرض دوت. تشارك الأسبوع الجاي يعني. ممكن نبعتها للأستاذة نادية تدعموها بالمؤسسة سامية، بحيث أنها تقدر برضو منتجاتها، إحنا عايزين تنافسية، التنافسية بتخلق جو كده. هم أصحاب شغلها جميل، هم أصحاب مع بعض جدا، بس عاملة نوعية أخرى من يعني مختلفة تماما من الحاجات دي، حاجة بقى شبه التركي والحاجات الصيني اللي هي بالكريستال والمرايات وكده. وأسعارها إيه؟ أسعارها برضو حلوة إن شاء الله، يعني المرة الجاية بقى تيجي تشرفينا وكلنا مروة فوزي بندعمهم بقوة. يعني والله أنا بقول لكل السيدات روح زيارة بعد الدور المعرض من تقريبا من 12 ل 8 12 ل 8 فروح زيارة، مش يعني هو ما فيهوش ملابس قوي،
ملابس مش كتير مش يعني فيش ملابس كذا بس في مفروشات وفي فوط وفي كروشيهات في كل حاجه وفي الاكسسوارز زي الحاجه اللي قلتي جميل جدا جميله والله ما شاء الله يعني جميله في سجاد والكليب برضو بصوا يعني عامله حاجه فرعونيه كده جميله بالحلق واسعارهم يعني نقدر نقول انه اي حد بيزور حد بيجيب حاجه حلوه وهو جاي دي احلى من الحاجه الحلوه بالظبط كده يعني دي تظل باقيه شوفوا وللمصايف وما تقعش ولو وقعت ما تتكسرش وخشب وهي بتقول مروه ان الخشب ده معالج يعني تستطيع انها دي حياه كريمه يا جماعه دي المبادره اللي احنا بنقول نشتغل ومنتجك هو من يتحدث عنك و350 جنيه في الاسبوع يعني مش حاجة تمن منتج واحد أو منتجين يعني فعلا يعني اعتبروها إنها مساندة لهذه السيدة إن أنتوا تزوروا المعرض بداية في شارع الرصافة في محرم بيه في مبنى التضامن الاجتماعي هنفضل نقول ومش هنزهق بدل ما تروحي تأجري في أحد المولات بمكان ما فكرتيش يا مروة تعمل لي كده تاخدي بارتيشن في مول وحاجات كده لا ما اقدرش انا مشروعي صغير مش كبير لا مشروع كبير وان شاء الله لا احنا حضرتك يعني كجمعيه حاولنا برضو ناخد في تراثنا في القاهره اللي هو هيبقى في التجمع الخامس المعرض الكبير بقى القاهره برضو مختلفه عن اسكندريه لا اسكندريه الاساس اسكندريه الاساس بس هم كانوا مشاركين في معرضين معانا في ديارنا وفي بدايه شوفوا المعرض فالمره الجايه بقى شوفوا تنسيقه الحقيقه تقسيمه كمان مفيش بارتيشن جاي على بارتيشن تعبت قوي يا باشمهندس لا عم لا انا زرت ده قبل طيب. كده على فكره طيب. شكل تاني خالص وضبته ودهنته وكده مختلف تماما يعني تابلوهات حلوه قوي كل دي صناعات يدويه كل دي صناعات يدويه حاجه رائعه دكتور محمود المغربي اهو ست اللواء محمد شريف محافظ ده الاسكندريه دكتوره نيفين مهندسة سامية مصطفى ست الوزيرة المهندسة نادية عبدو شيرين سيف من سيدات الأعمال حاجة راقية جدا ده كل الشغل ده أرابيسك برضو بالإيد يا جماعة في أرابيسك حلوة قوي برضو وفي صناعات يدوية في عندهم كمان دكتور عصام البوكلة عامل حاجة رائعة كده الحقيقة أنا بقى لي يومين بزور المعرض وبتمنى من كل الناس اللي بتشوفنا لا روحوا يا جماعة أو شوفوا الصواني وشوفوا الحاجات أنا كنت قاعدة عند مروة في صابون بروائح جميلة في يعني في حاجات كتير جدا جميلة يعني التواجد أنا بتمنى الناس تروح كتير جدا وتشتري ده دعوة لكل الناس اللي بتشوفنا روحوا دعموهم وروحوا شاركوهم السيدات دول تعبوا قوي قولي لي مروه مسافتك ما بينك بتهيألي المعرض قريب مني قريب لكن عشان تجي لنا كان صعب مش كده مشوار عبال ما توصلي بقى بتقعدي قد ايه وقت من المعرض ولا هنا لا عبال ما توصلي من المعرض كلها قد ايه اولا ثلاثة بتسيبيهم مع مين بقى احكي لي مع ابو مع بابا ووالده والورشه ووالده موجود هو اللي بيتابعك انت بتسوقي لا انا بشتغل وبسوق شغلي انا مفترض لما بروح بقف في الورشه عشان الشغل اللي طلب مني اقف عشان اجهزه هو بيقف معايا معاكي عمال ولا لا انا معايا اولاد ستات لا اللي كانوا معايا ستات اللي كانوا معايا واخده انا معايا ست شباب مش شباب مش كبار هم سن 12 13 سنه 12 13 سنه بتعلميهم معايا بيبقى عندي شغل مثلا بييجوا كلهم يقفوا بيخدموا الشغل وبيشتغلوا ويقفوا مع جوزي ويقفوا معايا انا مثلا بقطع الاركت مثلا هم سفر ورايا الايادي كده يعني بيشتغلوا ورا مني بتعلمي برضو جيل تاني دي في حد ذاتها يعني بدل ما يسوقوه على توك توك وبتعلميه يا ريت هو مش بيسوق توك توك احنا عندنا جنب مننا المخلفات بتاعت الاونكس فهم بيشتغلوا هناك عشان فرز الزباله فبالنسبه لهم حاجه كويسه قوي ان هم يبقوا في مكان نظيف بيشتغلوا شغله نظيفه
امان بالنسبه لهم، وهي يعني بيعود عليهم عائد مادي حتى ولو بسيط، وبيتعلموا في نفس الوقت، فدي حاجه كويسه ليهم. انت بتقولي ايه لكل سيده شايفانه محبطه ومش عارفه تجيب مصاريف مدارس ولادها في الاول، ومش عارفه تعمل حاجه، مش بالضروره انها تشتغل في الخشب. انا مش من انصار ان حد يشوف حاجه ناجحه يعمل زيها، انا بقول كل واحده تستطيع. على فكره كان في يوم من الايام متخيله انك هتطلع من البيت وتعمل؟ لا خالص، عمري ما كنت اتخيل. انا عايزه اقول لك، لما كنت اطلع من مكان من بيتي انا ما كنت اتوه لو طلعت. يعني عايزه اقول لك لازم جوزي يبقى معايا. انت بنت ابيس اساسا؟ لا انا مش بنت ابيس، انا اساسا من النهضه تبع حي العمريه. ما النهضه برضو مجتمع مغلق ريفي. ريف. النهضه دي من الاماكن الجميله يعني فيها ذكريات. انت من جنب المشروع الالماني ولا من بعد؟ لا بعد الالماني. بعد الالماني وجيتي على ابيس، ما بعدتيش قوي يعني. مش كتير، بس نفس المجتمع. نفس المجتمع. كنت لما تطلعي بقى من باب الاحرار تصل ايه؟ لازم جوزك يوديك ويجي. لازم كان جوزي يبقى معايا. ما اعرفش لا اروح مكان لوحدي. مين اللي قال لك تعالي اتدربي؟ باشمهندسه ساميه. جت كنت انا اول حاجه سليمان من الشخصيات الجميله جدا. الحاجه سليمان كويس خالص برضه معانا. كانت باشمهندسه ساميه في البدايه، احنا هنعلمكم، هنجيب لكم الخامات. كنتوا بتعملوا سجاد كده؟ كل حاجه كانت بتجيب لنا بواقي القماش صح من المصانع. صح. وانا اتعلمته بسرعه ودربت عليه. دربت على ستات. وما فضلتيش بقى على حاجه معينه؟ لا انا اصلا كنت لما رحت في الاول كنت مفترض ان انا ادخل في الخياطه. فعدد المكن كفى يعني عدد الستات مش كتير يعني. سبحان وانا ما لقيتش نصيبي يعني، فانا رديت من على البيت. وانا رده فشفتهم هم متجمعين في الغرفه اللي بقى يتعلموا فيها مبادئ النجاره. فدخلت قلت لهم هدخل معاكم. فبالنسبه لهم كانوا عايزين شباب، مش عايزين ست. ست في الخشب مش هتمشي. فحاولت، فجي صاحب الجمعيه اللي احنا كنا فيها باشمهندسة ساميه قالت لهم خليها تدخل في الخشب. كنت اول واحده سجلت، ومن هنا انا كان معايا 14 ست تاني جيراني، اقول لهم تعالوا معايا. كان مره يجوا مره لا، وصعب عليهم لحد ما احنا كلنا كنا الدنيا ساقعه وقتها. صعب كان يوم صعب، الاجواء كانت بتبقى صعبه. بس انتوا ما كنتوش تطلعوا يعني، التدريب كان بيجي لكم، كان ايه القضيه؟ هو جالنا التدريب دي كانت فرصه بالنسبه لنا. يعني ما كناش نتخيلها. لا يعني بعدين خياطه ناس كتير جدا بتعمل مولايات وبتعمل فوض. حكايه الخشب ديت مش كتير. والسجاد برضه جديده، انه جديده جدا. حلوه جديده. وبعدين الجديد انك تعملي ما يواكب المجتمع. بالظبط. يعني مساله. قولي لي بعد اسبوع هتكرري القصه دي تاني، هتبقي موظفه نفسك في شغل جديد وتنزلي المعرض ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. يعني مش ناوي ان ده المعرض بتحضري شغل تاني؟ لا ده في معرض في القاهره كمان لسه قايله لها عليه. هتروح تبع الجمعيه عندنا برضو في معرض في القاهره كام 2 اكتوبر او 9 اكتوبر. باشمهندسه ساميه ان شاء الله باذن الله منزلاني تراثنا في القاهره. هتروح؟ ان شاء الله باذن الله. انتوا اعدادكم قد ايه بقى؟ عددنا في ايه؟ يعني انتوا لما بتيجوا تروحوا تراثنا اللي في التجمع؟ لا انا اول مره هروح السنه دي. اول مره. انا من فتره كده كنت بتكلم مع استاذه ساميه وكلمها على تراثنا، قلت لها غالي قوي عليا، انا ما اصلا انا ما احلمش ان انا ادخل تراثنا. فباتت الفكره، انا نسيت اصلا. فلسه لحد امبارح بنتكلم بالصدفه، فقالت لي انت رايحه تراثنا. فبصت لها كده ساميه الله اكبر. يعني ساميه بعد حفظ الالقاب من الناس الداعمات. بس جدا. اول ما تلاقيكي ما انتش على التراك معاها او ما بتشتغليش خلاص، هي ما بتبذلش جهد مع حد مش عايز يبقى كويس. صح فعلا. لكنها لما تقتنع بيكي تساندك وبقوه. فيعني لا فعلا. فعلا انا يعني الفضل بعد ربنا ليها حقيقي. هي صاحبة الفضل اللي انا فيه النهارده. يعني لولا هي وجابت لنا مبادره التدريب
ماشي، واستاذه داليا برضو، استاذه داليا حسني صاحبه مبادره تدريب مصر ماشي. يعني هما الناس دي انا في حياتي مش هنسالهم الديمين ده. انت جميله يا مروه، انت وسام على صدر كل ست مصريه تستطيع. يعني احنا لازم نقول ان احنا نستطيع، مش الدكتوره مها وكل الناس اللي بيدعموكي. وهي النهارده قالت لي حاجه الدكتوره مها الحقيقه اسعدتني جدا، قالت لي لو اتاخرت طب خليها تبات معايا، والله يعني بلاش تروح لوحدها وكده. لكن مروه دلوقتي بقت اجدع مننا، بتروح لوحدها وبتعمل كل حاجه لوحدها. نورتونا دكتوره مها، مالك كل التوفيق لكي وبشكرك على دعمك. مروه انا سعيده جدا بيكي وسعيده بكل شغلك. انا اشتريت من عند مروه النهارده بونكيتات، الناس كانت مبسوطه بيها قوي ومبسوطين قوي بكل اللي هي بتقدمه. وان شاء الله تقدمي اكتر واكتر واكتر، مش مروه بس، في كذا مروه، بس مروه عندها مصبره، فاحنا بنبقى داعمات لها وبشكل كبير. نورتيني حبيبتي. احنا بنشكر حضرتك جدا على الاستقبال واللقاء ده، وربنا يخليك. انا اللي سعيده جدا، دي البدايه، لكن بدايه جميله. زوروا معرض بدايه في شارع الرصافه، ودعم كبير جدا من وزيره التضامن الاجتماعي. يا رب كل التوفيق لكل رجل، لكل سيده، لكل شاب، لكل فتاه داخل بداية. تحياتي كانت معكم أمل صبحي.